جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي العقيدة التي تبنى عليها صحة الأعمال؟ نرجو منكم في هذا إجابة. العقيدة التي تبنى عليها صحة الأعمال هي العقيدة القائمة على التوحيد الخالص التي ليس فيها شرك، هذه هي العقيدة التي تبنى عليها صحة الأعمال. وأما العقيدة التي لا تنبني عليها صحة الأعمال فهي العقيدة المختلة الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر هو الذي يحبط الأعمال. أما العقيدة التي سلمت من الشرك الأكبر فهذه تنبني عليها صحة الأعمال وقبولها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على أهمية العقيدة وتصحيحها والعناية بها، ويدل على خطورة الشرك ووجوب الابتعاد عنه. ولا يمكن للإنسان أن يبتعد عنه إلا إذا عرفه، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه. نعم.